فتكون الجملة ماذا؟ وبعدما بين القسم الأول من وهو الولاية والبراءة بالجملة وأنهما فرض وتوحيد على المكلف، شرع في بيان ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة فقال. واضح؟ الآن ندخل في القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع ماذا؟ الولاية والبراءة. نعم. كذا ولايتك من في الذكر أثنى عليه ربنا بالبر، ومثلها براءة ممن حكم عليه فيه بالضلال ووسم. نعم. وقوله كذا ولايتك من في الذكر أي ولايتك لكل من ذكره القرآن الذكر الحكيم بالخير جملة. وأثنى عليه ربنا بالبر أي أثنى الله تعالى عليه بالخير والإحسان، فهو من أهل ولاية الجملة. ولاية الجملة على الحقيقة. ولاية الجملة على الحقيقة، يعني نضيف على الحقيقة حتى، يعني هنا لكم أني كنت أريد أن الجملة على الحقيقة والجملة والأشخاص على الحقيقة، لكني رأيت أن أرجع عن هذا الأمر وأرجع إلى التقسيم القديم. نعم. وقوله ومثلها براءة من حكم عليه فيه بالضلال ووسم، أي ومثل ولاية الجملة وبراءة الجملة ممن حكم عليه فيه بالقرآن جملة بالضلال والعصيان، ووسم أي ووسم به فإنه من أهل براءة الجملة. من على الحقيقة، تضيف على الحقيقة، من أهل براءة الجملة على الحقيقة. نعم. إذا النوع الثاني من أنواع الولاية ولاية الحقيقة، وبراءة الحقيقة. نعم. هذه الولاية وهذه البراءة أولا سميت على الحقيقة، أي بمعنى أن هكذا حقيقة حالهم، ما يخبرنا الله تبارك وتعالى عنه بأنه من أهل الطاعة وأنه من السعداء في الآخرة وأنه من أهل الجنة، هكذا هو حقيقة حالهم، فنتولاهم على هذه الحقيقة التي أخبرنا الله تعالى عن حالهم. هذه حقيقة حالهم، هكذا هو حالهم، فإذا نتولاهم على هذه الحقيقة التي ذكرها الله. واضح؟ والذين أخبر، جاء القرآن الكريم، جاء النص الشرعي من كتاب الله تعالى القطعي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة بنجاة فلان وبعصيان فلان وبفساده، إذن ماذا؟ يتبرأ منه براءة على الحقيقة. على الحقيقة. واضح هذا؟